أهلا بكم في زوايا الحدث. استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع عسكرية عدة في جبهات غربية محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. مصدر عسكري قال إن الجيش استعاد السيطرة على مواقع عدة من بينها جبل هان بعد هجمات مباغتة شنتها الميليشيا، فيما اشتدت راح المواجهات في منطقة مقبنة ومواقع البركنة والمضابي والميدان. وأضاف المصدر أن معارك عنيفة اندلعت فجر اليوم بعد شن الميليشيا هجمات على مواقع الجيش في محيط جبل هان. نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: إلى أين وصلت المستجدات الميدانية في تعز؟ ولماذا اختارت الميليشيا هذا التوقيت بالذات لشنها هجماتها؟ تجددت المواجهات إذن بين قوات الجيش والميليشيا في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقية مدينة تعز. وأفاد مراسلنا أن المواجهات اندلعت بعد هجوم للميليشيا على مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في جبهات الشرقية للمدينة. مشاهدينا، نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. الحرب في تعز لم تتوقف، حرب بالمدافع والهاونات، فيما تستمر المحاولات اليائسة لإطباق الحصار مجددا من قبل الميليشيا الانقلابية وأخرى لتطويقها بالأحزمة الأمنية وفرق الموت والميليشيات المنفلتة. رهان الثورة والتحرير ما يزال معقودا على هذه المحافظة ومقاتليها الذين خاضوا خلال الساعات الماضية حربا شرسة لمواجهة اختراق مفاجئ من جانب الميليشيا لجبهة جبل هان الذي يشرف على المدخل الجنوبي الغربي للمدينة من جهة الضباب. كاد هذا الاختراق أن يعيد مدينة تعز إلى مرحلة الحصار الخانق مجددا. المواجهات كانت شرسة بحسب وصف المصادر الميدانية، وكانت وجها لوجه في أجزاء مهمة من جبل هان الذي أعاد الجيش الوطني فرض سيطرته عليه. خطأ في التنسيق أعاد هذه الجبهة إلى الاشتعال وأعاد إلى الأذهان الماضي المرير من معاناة الحصار التي واجهها سكان تعز عندما كانت الميليشيا تسيطر على جبل هان وتفرض سيطرة نارية محكمة على وادي الضباب. خلال اليومين الماضيين تلقت القلعة القاهرة وجبة من القذائف، لكنها كمدينة تعز صامدة وكأبطال هذه المدينة تصر على المواجهة حتى النهاية. الناس هنا في منازلهم جزء من الحرب، يتعايشون مع عنفوان القصف ويختارون البقاء في ظل تحديات عديدة أسوأها القصف. كل شيء على حاله في تعز التي تستمد كبرياءها من شموخ صبر، فروتين الحرب فرض نفسه على أجواء المدينة وطقوسها ونمطها الاعتيادي، حيث كل شيء متصل بالحرب وتداعياتها الثقيلة على الناس. الحركة مستمرة ولكنها أقل من مستوياتها في الماضي، فالقصف كما الحصار أثر بقوة على كافة أوجه الحياة في تعز، تعز التي تقاتل لكي تنتصر الحياة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز، النائب الناطق باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر، وكذلك المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. وأبدأ مع سيادة العقيد عبد الباسط. إذا سيادة العقيد، لو في البداية تطلعنا عن طبيعة المستجدات الميدانية في تعز. المستجدات ركزت في خلال الأيام أو الأسبوعين تقريبا الماضيين، الميليشيات حاولت التعزيز بأكبر قدر ممكن من العتاد ومن الأفراد أيضا والضباط والقادة وأيضا من الآليات العسكرية إلى عدة جبهات بمدينة تعز، جرى تحشيد وتجنيد وتدريب وإعادة تأهيل، وحتى جرى لهم يعني محاضرات في الفكر الحوثي وفي العقائد المنحرفة في سواء في الجند في الحوبان أو ومدينة الصالح أو في ذمار، وشاهدنا الاستعراضات التي تمت ورأيتم معنا ذلك. فهذا الجانب في جانب الأفراد، ثم أيضا ربما أنه كان لدى الميليشيات أيضا حاولت توزيع عدد من الأسلحة الثقيلة كالدبابات والعربات وصواريخ الكاتيوشا وأيضا المدفعية الثقيلة
كانت يعني توزعها إلى بعض الملاجئ وبعض المخابئ على امتداد شارع 60 وبعض الأماكن الأخرى. ربما خلال الفترة هذه يعني أمنت نوعا ما من استهداف الطيران، فجمعت هذه الوسائل والآليات العسكرية والمعدات الثقيلة وعززت بها الجبهات بصورة مكشوفة، إلى خصوصا الجبهة الغربية إلى مفرق شارع عاب وإلى 50 و60، وأيضا الجبهة الشرقية وأيضا منطقة تبيشعة والعريش والقيرات في عبدان بصبر، وأيضا قرى الصيلو، لأنه أيضا الصيلو قصفت بمدفعية ثقيلة وبصواريخ كاتيوشا من الدمنة خدير، أيضا في مقبنة وفي بني عمر. أكثر من جبهة شهدت تعزيزات بشرية وأيضا تسليح عدد من الدبابات، أيضا تم تعزيز الجبهة الغربية بها وأيضا الشمالية الغربية في 50 ومحيط الدفاع الجوي. الخلاصة أن هناك يعني كان نوع من الاستماتة، وربما أن الميليشيات دفعت بكل بأعدادها وعتادها وألقت بأوراقها وإلى هذه المعركة التي اعتبرتها معركة كسر العظم و معركة السيطرة التامة، ولذلك وقفت بكل قوتها وإمكانياتها خلف هذه المعركة التي حشدت لها وتجهزت وأعدت حتى على ما كما قلت لك حتى على المستوى الفكري والمحاضرات العقدية التي تلقاها الأفراد، وأيضا حتى تم تجنيد وتغرير بعدد من الأطفال دون سن 13 أيضا إلى صفوف الميليشيات. فكان هذا يعني طيب يعني سيادة العقيد هذه يعني ما تتحدث به يدل على أن لديكم معرفة بأن هناك استعدادات للميليشيا لهجوم مرتقب، لكن ما حدث اليوم هو سيطرة لهذه الميليشيا على أماكن ثم قامت قوات الجيش باستعادة السيطرة على هذه الأماكن، هل من مستجدات أخرى اليوم؟ اولا اعلق على هذا الموضوع. طبعا وحده الرصد المقدمه والاستطلاع الحربي كان ونحن انا شخصيا صرحت اكثر من مره بوجود هذه التعزيزات سواء في الحوبان او غيره، يعني كانت المساله معروفه ومكشوفه. ما حدث اليوم ليس يعني نتيجه المباغته او عنصر المفاجاه ابدا. القضيه ان كما قلت لك نتيجه كثافه ناريه غير عاديه ونتيجة يعني استخدام سياسة الأرض المحروقة، لم يتركوا حتى منطقة ميتة في المواقع المستهدفة في جبل هان، يعني حتى موضع شبر إلا ووصلته قذائفهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. كان على الأبطال أيضا أن يتأخروا قليلا إلى محيط الجبل حتى يمتصوا هذه الكثافة النارية والقذائف المتساقطة على مواقعهم وعلى الجبل، ثم بعد ذلك تم استعادة المواقع بالكامل وتم العودة إلى الأماكن السابقة ودحر الميليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة، يعني تم تدمير دبابة للميليشيات في الربيعي، تم تدمير طاقم فورد أيضا عليه مدفع 23 مدفعية رشاسة من طاقم غزل الطيران واستخدام لضرب الأهداف الأرضية، تم أيضا قتل عدد من المهاجمين وجرح أعداد أخرى وشهدت سيارات في خط 60 وهي تحمل جرحاهم ايضا. طيب سنعود الى هذه الاحصائيات سيادة العقيد، سنعود الى هذه الاحصائيات، لكن قبل ذلك دعنا يعني ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. انتقل الى ضيفي الاخر المحلل السياسي الاستاذ عبد الهادي العزعزي. استاذ عبد الهادي، الان عندما نتحدث عن هذه يعني الاستعدادات التي قامت به الميليشيا ثم هجومها اليوم، لماذا هجمت الميليشيا اليوم؟ لماذا حدث هذا الهجوم اليوم وليس قبل ذلك؟ اليوم جماعة الانقلاب قالت أن منطقة أول رد مباشر على اجتماع الرياض لوزراء الخارجية وهيئة الأركان في دول التحالف والسلطة الشرعية اليمنية. هي أوصلت رسالة وكلام العقيد واضح، الهضمة بدأت من أقصى الغرب لمحافظة سعد أي من جبهات ذبح الجردات في بني عمر وامتدت على طول الجبهة إلى مديرية مقبنة ثم غطت الجزء الشمالي الغربي من محافظة سعيد، امتدت على شارع 60 ووصلت تماما إلى أيضا الصلو والجبهة الشرقية. هذا الهجوم هو رد أول رد فعل عملي على
ما يمكن أن نسميه على مؤتمر الرياض، وبالتالي استعرضت كافة أسلحتها وعتادها بشكل كامل على هذا المكان، وبهذا الشكل هذا هو أول رد مباشر على التحالف العربي وعلى منطقة القصر أو أهم جبهة يعتبرها الإنقلابيون من هذه الجبهة. فكان الرد فيها التي تبعد بخط أطول خط إمداد تقريبا للجماعة الإنقلاب هي محافظة سعيد مباشرة مقارنة ببقية الجبهات التي هي قريبة من مركز عاصمتهم أو سيطرتهم. هذا هو ما يمكن أن يسميه بالرد على مؤتمر الرياض. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الهادي. عودة إلى الأستاذ، إلى سيادة العقيد عبد الباسط البحر. سيادة العقيد، الآن عندما نتحدث في ظل هذا الوضع الآن، يعني أنت أوردت لنا بعض الإحصائيات حول خسائر الميليشيا، نرجو أن تعطينا إحصائيات أكثر، وكذلك يعني نريد فهم ما الذي يحدث الآن على الأرض في هذه اللحظات. هل من معارك الآن؟ هل استمر القصف؟ هل استمرت محاولات الميليشيا في التسلل؟ ما يحدث الآن، طبعا تم السيطرة على كل المواقع في جبل هان على امتداد الجبل، وطبعا ممتد نوعا ما، وبما فيه ثبت التشكى هذه التي كانت في أقصى الغرب للجبل. وطبعا يحدث الآن قصف هستيري وضرب المدفعية الثقيلة على مواقع الجيش التي استعادها الجيش إلى جبل الهان. وبالنسبة لقواتنا فإنها تقوم بتمشيط بعض البيوت في محيط الجبل باتجاه ثبت القرون واتجاه وادي حذران وشركة السمن والصابون. فيقوم الأبطال الآن بالتمشيط الناري على البيوب المتبقية في محيط الجبل من الناحية الغربية ومن الناحية أيضا الشمالية الغربية للجبل. وكان أيضا هناك اشتباكات قوية أيضا بالقرب من مدرسة همدان في حذران في العصر، لكن تم أيضا السيطرة والميليشيات تراجعت عن هذا المكان. هذا مجمل ما يحدث في جبل الهان، لكن أيضا هناك الآن تفتح الميليشيات أيضا جبهة في الشمال الغربي في محيط الدفاع الجوي، ومنذ المغرب هناك أصوات المدفعية وأيضا المدفعية الرشاشة 23 والفلتان وبعض الأسلحة والمعدات تحاول أن تخفف الضغط على الجبهة الغربية وجبل الهان. أيضا تم يعني مصرع عدد من الميليشيات الإنقلابية في الجبهة الشرقية وجبهة القصر والتشريفات. طيب عندما كانت قوات الميليشيات تحشد، وعندما شاهدنا صورا للعرض العسكري ربما إن صح التعبير للميليشيات حول تعز في مناطق ربما من المحافظة، ما هي ردة فعل القيادة العسكرية في تعز على ما شاهدت؟ يعني على ما شاهدت، هل وضعت خطة استعدادية لأي طارئ؟ هل طلبت دعما عسكريا من قبل قيادة الجيش الوطني؟ ما الذي حدث؟ بالنسبة أولا نحن نستهدف أي تجمعات أو تعزيزات تصل إليها نيراننا، يعني في مستوى الرمي ولنيراننا فنحن نستهدفها، لكن إذا هي في أماكن أبعد ولا تستطيع أن تصل إليها سواء بأسلحة الرمي المباشرة أو أسلحة الرمي غير المباشر، فيعني هذا نعود به إلى المستوى الأعلى. ما تم في تعز أيضا رفض لهذه التحركات وتبليغ الجهات العليا بها وطلب الدعم والإسناد سواء بالتسليح أو بمساندة الطيران العربي الذي فعلا نفذ غارات دقيقة ومشكورة في محيط مدينة الراهدة، وكان أيضا هناك مكان لتجمع الميليشيات ومكان تدريبي، وأيضا يعني استهدفهم بدقة بالغة وتم قتل وجرح وتدمير عدد من آلياتهم. أيضا في جبهة موجع طيران الحربي شارك وصد. هل وصلت تعزيزات؟ سيادة العقيد، هل وصلتكم تعزيزات عسكرية؟ بالنسبة للقوى البشرية ما يوجد في منتسبي الجيش الوطني في تعز يعني أعداد كبيرة وقادرة على أن تحرز الانتصار والتحرير وأن تتقدم حتى إلى محافظات أخرى.
القوى البشريه سواء من حيث الكم او من حيث الكيف، لانه يتم اعداده وعقد دورات تدريبيه تخصصيه في مهارات الميدان نعم. وفي المهارات القتاليه باستمرار. فبالنسبه للقوى البشريه انت لاحظت ايضا حتى في جبل هام كانت التعزيزات تصل ويتسابق الابطال يعني بصوره نادره من عدة جبهات ومن عدة ألوية. فالقوى البشرية في تعز، لا العنصر البشري لا ينقص المحافظة. النقص أحيانا يكون في التسليح، وليس أي تسليح، ولكن في التسليح النوعي والتسليح المدرع والتسليح الثقيل، في خاصة في الأماكن المفتوحة التي تحتاج إلى تغطية نارية وكثافة نارية كبيرة. طيب أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معنا سيادة العقيد. أعود إلى أستاذ عبد الهادي العزعزي. إذن ليس هناك تعزيزات عسكرية وعتاد ثقيل يصل إلى محافظة تعز والجيش الوطني، هناك كثافة في العنصر البشري، وهناك أيضا عروض عسكرية بالمقابل للحوثيين ورصد هذه العروض وللتحركات من قبل الجيش الوطني. كيف أستاذ عبد الهادي تقيم استجابة الحكومة الشرعية وقيادة الجيش الوطني مثلا بهيئة الأركان لهذا، يعني لما قامت به الميليشيات خلال الفترة الماضية، خلال الفترة التي كانت جبهة تعز فيها هادئة إلى حد ما؟ أولا أعتقد أن العقد بحكم منصبه هناك بعض الأشياء التي لم يتكلم عنها. مع الأسف الشديد لا زالت تعز على مدار عامين ونصف معتمدة بشكل كامل على السلاح الخفيف والمتوسط، وهو ما حصلت عليه طوال الفترة الماضية، وبعض مدافع الحرب العالمية الأولى، أي أشكالا من المدافع القديمة 82 80 105 106، هذه أسلحة عتيقة جدا، وبالتالي هي لا تمتلك لا قاذفات كاتيوشا ولا صواريخ كاتيوشا، ولا تمتلك أيضا أي من الدبابات التي لديها. هي أربع دبابات ما كانت تحت القائدية، وهي عبارة عن تشليح تعمل على مدار عامين مع طاقة من المهندسين، لكنها لم تتلقى سلاحا ثقيل أو سلاح يمكنها من ردع الهجمات واستمرار التقدم. هذا أولا. الجانب الآخر، طوال فترة هذا البقاء الطويل استطاعت الميليشيات أن تتخندق بشكل جيد وأن تكون حقول ألغام وأن تكون أيضا مصدات، أي بدأت تتوطن كجغرافيا، وهذه إشكالية أخرى، إذ أن اقتحام هذه الخطوط الدفاعية ليست أمرا سهلا، ما زالت إلى اليوم ما يقال عن منطقة العلمين في مصر أو خط دفاع رومل في الحرب العالمية الثانية ما زالت قائمة، ويعانون مشكلة من هذا الاتجاه. حالة التوقف التي مارسها الحكومة الشرعية والتحالف العربي وحالة تشتيت هذا الجهد على مجموعة كبيرة من المسميات في تعز دون التعامل مع قيادة المحور، إرباك قيادة المحور بمتطلبات لا نهاية لها، آخرها الكشف الملحق الذي استطاعت أن تحسمه قيادة المحور قبل أيام، جعلها تتابع مسائل إدارية ومالية هي ليست من مهامها، هي من مهام القيادة المفروض أن توفرها، وأيضا السلاح الثقيل. هنالك حالة من عدم الثقة تبديها المنطقة الرابعة مع قيادة الجيش في تعز، ولا نعرف الأسباب. أيضا نفس العملية تبديها قيادة التحالف، مع الأسف الشديد لم نسمع طوال الفترة الأسبوع الماضي وقبله أي غارات للتحالف العربي على مناطق محيطة بتعز. إن حدثت الغارات فربما حدثت اليوم، لكنها لم تحدث طوال الفترة الماضية. هناك حالة من الإهمال. تعز أيضا وجهت الميليشيات رارس رسالة بعد قرار التحالف العربي والولايات المتحدة باستهداف أحد قيادة المقاومة بتعز بالقرار الأخير، كانت تعتقد أن هنالك إرباك وهناك نوع من مسألة التمزق داخل الجبهة. هناك الكثير من أدوات النقص التي يجب أن نتكلم عنها وبصراحة وتتحملها بدرجة أساسية قيادة المنطقة الرابعة ثم هيئة الأركان. هؤلاء يتعاملون مع الأسف الشديد مع قيادة الجيش بتعز على أنهم من الدرجة السادسة أو كوجود غير شرعي. لا نفهم هذه المسألة. كل الكلام الذي يقال في الإعلام كلام جيد، لكن لا نرى له أثرا على الأرض. هذه إشكالية لولا حالة الصمود. بالنسبة للعنصر البشري في تعز هذه الحالة متوفرة وبأعداد كبيرة جدا، لكن إشكاليتهم هي في الإعدادات والسلاح الثقيل.
هذه مسألة تتحملها قيادة الجيش مع الأسف. إلى أين سوف تنتهي هذه العملية لا نعلم. مهمة ما زلنا نحن كمواطنين من كلمة تصدى أزاحة تصدى قاومة يعني هذه عبارات عامين ونصف. يجب أن يكون هناك تحقيق انتصار نوعي. الميليشيات كانت تسعى إلى أن تحقق اختراق في الجبهة الغربية ما يؤدي إلى إعادة الحصار، وبالتالي هذا حدث كبير سوف يشتغل على وسائل الإعلام وهو رد عملي على الحكومة أولا والسلطة الشرعية ثم على التحالف العربي، وهم محتاجون نصرا معنويا وفي أطول خطوط الإمداد. هي حالة تحدي واضح من الميليشيات لقيادة التحالف العربي وللعمليات الجوية في التحالف بشكل صريح وواضح. هناك حالة من الإصرار يمارسها الحوثيين ونقص مستمر على المدنيين. مع الأسف الشديد الشرعية فشلت في محورين أساسيين، فشلت في حتى تسويق المأساة الإنسانية لتعز بشكل جيد، فشلت في تسويق هذا الكم البشري الضخم من الجيش واستغلاله لتحقيق إنجاز نوعي على الأرض على الأقل يكثر حالة البمود فيما يسمى المبادرة والتطوير. اليوم أظهر الحوثيون أن أهم جبهة لديهم لدى جماعة الانقلاب هي الجبهة الغربية. الهجوم ليس بواسطة عناصر الحوثيين فقط، هنالك قوة من جماعة صالح من جماعة الحرس الجمهوري ومن وحدات النخبة في الحرس الجمهوري، وهذا يكذب كل الافتراءات والادعاءات التي تقول أن صالح والحوثي في حالة خلاف. نعم. هذا طيب. كله للاستهلاك المحلي أو للاستهلاك مفهوم. الداخلي طيب. وإلهام القوى من أجل إعادة ترتيب صفوفه. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أعود عودة أخيرة إلى سيادة العقيد عبد الباسط البحر. سيادة العقيد بدقيقة واحدة، ما هي احتياجاتكم أنتم في المنطقة في المحور في تعز؟ ما هي احتياجات الجيش الوطني هناك لتحقيق تقدم نوعي في على مستوى المحافظة وتأمين المحافظة من هجمات مثل ما حدث اليوم؟ ما نحتاجه تم تقديمه في خطة مفصلة وضعت فيها الأهداف والإمكانيات ويعني أرفق بها الخرائط وأماكن التحرك وغيرها إلى الوفد الحكومي الذي زار تعز، ووضعت يعني قدمت الطلبات بشكل مدروس وبشكل أيضا معقول وغير مبالغ فيه، ونحن نعرف طبعا الإمكانيات المتاحة ونعرف وضع الشرعية ووضع الدولة إنه ليس بالوضع المثالي الذي يمكن. وهل ما وصلكم كاف لإحداث تقدم أم لتأمين المناطق التي تتواجد فيها قوات الجيش؟ هناك وعود الحقيقة، ونحن ما زلنا نستبشر وننتظر ونؤمل الخير سواء في ونقدر أيضا ظروف الشرعية والحكومة وأيضا ظروف الإخوة الأشقاء في دول التحالف العربي مشكورين. نحن نشكرهم أيضا على الدور الذي يقوموا به ما يقوموا به الكثير. ما حققناه هو بفضل الله أولا ثم بفضل دعم وإسناد الأشقاء في التحالف، فلن ننكر هذا الجميل وسيبقى دين علينا إن شاء الله. وما تيسر نحن طالبنا بتقديم بعض الإمكانيات في التسليح وأيضا في التغذية. نعم سيادة العقيد. وأيضا في علاج الجرحى ومواساة أسر الشهداء، وهناك بعض النقاط المهمة والجوهرية موضوعة في الخطة المقدمة للوهد الحكومي. أشكرك سيادة العقيد عبد الباسط البحر نائب الناطق باسم الجيش في تعز. بعودة سريعة وعاجلة إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، كيف يمكن تأمين تعز بشكل لا يكون هذا الوضع المتأرجح مقلقا بالنسبة للسكان وبقية المواطنين في اليمن؟ وسيدي تأمين تعز معناها إسناد الجيش ونقل قليل من العتاد المرمي في معسكرات عدن إلى هذه الجيوش، توفير الإمكانية المالية لعلاج الإشكالات القائمة في تعز. نحتاج جماعة في حجم التحدي والقرار أن يتم التعامل مع هذه الجبهة كجبهة مهملة من التحالف ومن الحكومة الشرعية أولا ثم من التحالف في قيادة المنطقة الرابعة. لا نحتاج إلى أن تتدخل الحكومة وتدخل التحالف العربي بأكمله، بقدر ما نحتاج أن يكون هناك اهتماما من نائب رئيس هيئة الأركان وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بتعز واعتبارها واحدة من المعسكرات التي باعتبار هذا المحور جزء من المنطقة الرابعة.
إن كانت المنطقة الرابعة ترى أن هذا المحور ليس جزءا منها فلينضم على أي منطقة عسكرية أخرى. أشكرك. الإشكال الحقيقي أنه لا يوجد اهتمام هناك سعي مكرس نحو منشنة ما يجري في تعز، وهذا ما تقوله وسائل الإعلام في بعض دول التحالف العربي وما قالته اليوم تحديدا. هذه مسألة استيتار، هذا أكبر تجمع سكاني هذه القبائل، لو حدث فيها فعلا اختراق حقيقي أعتقد أن المسألة سوف تتغير على مستوى المتحدة، على مستوى المفاوضات، على مستوى الداخل، على مستوى العمليات والعملية السياسية ومرافقتها. لكن يبدو أن الحكومة أصبحت أيضا حتى الحكومة والشرعية اليمنية مستلبة، وأن القرار بيد جماعة من لا نعلم إلى متى تظل تعز، تستنزف تعز بدلا من أن نسميه باستنزاف الخصم. وهذه الحقيقة التي يجب أن يتواجه بها الجميع. أرهقت الناس، أرهقت المدينة، أرهقت بصراعات بينية أيضا بفعل البقاء الطويل. هناك تجمع بشري كبير لا يجري استغلاله، لا نعلم ما هو الشكل المطلوب تحديدا. هذه إشكالات تتراكم، يجب أن يكون هناك إنجاز في غالبية القضايا. بعض القضايا التي تخص تعز تظل تتعرجح بين الرئيس والنائب والحكومة، نعم أستاذ عبد الهادي، ثم بين قيادة الجيش إلى أدنى مستوى. أشكرك المحلل السياسي أستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي، والمعذرة على ضيق الوقت. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا والزميل ماهر أبو المجد وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.